حضرتك كنت يعني احنا في مداخلة قبل كده حضرتك كنت بتتكلم على انه اطباء كتير بدأوا يهاجروا، وحضرتك تفضلت في هذا الامر لما كان في اعتداء على بعض الاطباء، فحضرتك قلت لي انه ده مناخ لا يجب ان يسود، يعني بيئة العمل الخاصة بالطبيب وخاصة بالتمريض. اتفضل يا فندم. صح، رعايته مؤسسيا، رعايته في بيئة العمل، انا مسمينها بيئة العمل، تمام، البيئة اللي بيعمل فيها، البيئة دي تشمل المستشفى اللي بيشتغل فيها، تمام، امكانياتها قدرتها، تشمل طريقة التعامل، تشمل توفير امكانيات حتى نرضي المنتفع، وتشمل كمان رضا مقدم الخدمة اللي هم الاطباء. الدخول بالنسبة للأطباء، يعني دخلوا، كان في برضو بعض الكلام على إنه دخلوا، وده كلام متقال يعني الحقيقة، يعني في أكتر من مرة، إنه أجر الطبيب يعني شوية مش لا يناسب العمل اللي هو بيقوم بيه، ولا يناسب نشاطه اللي يقوم بيه، ولا يناسب وضعه، فبالتالي كان المفروض، وحضراتكم ناقشتوا ده تقريبا النهاردة بقى. ونفس سيادة الرئيس الفاز، وانا نفسي اديهم هذه الفئات التي تقدم خدمات، اديهم اكثر من كده بكثير. بس طبعا ده حضرتك بياخد على عوامل كثيره جدا، الدخل القومي، ظروف البلد الاقتصاديه، المشاكل الاخرى. ففي هذه الحاله اذا كنت مش قادر سيادتك نزود الدخل بصوره واضحه تماما، احنا بنقدر نحسنه عن طريق حزمه من الحوافز. يعني النهارده الدكتور بياخد مبطشية، المبطشية دي قد تمتد من إلى يومين أو يومين ونص. طيب ما هو المقابل؟ ما قلتش بقى أديله 20 جنيه ولا 30 جنيه ولا 50 جنيه. وبعدين ده مطلوب إنه يقعد في المستشفى، توفر له مكان السكن لائق، توفر له يعني البيئة المناسبة. بالظبط كده.